قلنا الأمر يكون كرتون، وفعلا الصورة اتحولت وآدي الصورة بتاعتنا. وملخص سريع لحلقة النهاردة، كل اللي احنا عملناه: أول حاجة عملنا حساب على برنامج الديسكورد، تاني حاجة سجلنا أو انضمينا في الميد جيرني، وده الموقع التاني، والموقع التالت إن موقع اقتراحات للصور. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت، وياريت اللي وصل معانا لغاية دلوقتي يعمل لايك للفيديو، شير للفيديو، سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.